السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لحظات غروب الشمس، هذه الروعة وهذا الجمال هي بعض ملامح الريف المصري. اليوم 25 يناير 2021، وإذا كانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر، بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إذن هذه الروعة وهذا الجمال هي ساعة غروب الشمس. قلنا إن أيام مصر وأحداثها الحمد لله كلها رائعة، ويوم 25 يناير يحمل ذكرى حدثين أو اثنين من الأحداث الكبرى التي مرت بمصر. الحدث الأول 25 يناير 1952، وبالتحديد في مدينة الإسماعيلية، حيث تصدت قوات الشرطة المصرية بأسلحتها الخفيفة لقوات العدوان التي لم تأخذها رأفة ولا رحمة، واستخدمت طبعا الأسلحة الثقيلة والدبابات، ولم تستسلم قوات الشرطة وتصدت للعدوان، وقدمت أكثر من 50 شهيد وثمانين مصاب ولم تستسلم. وبناء عليه تحركت القيادة في القاهرة، وتحرك الجميع، وكانت ثورة 23 يوليو 52 بناء على هذا الحدث اللي كلنا نتذكره، وهو عيد الشرطة المصرية. أما الحدث الثاني والذي تحدث عنه الدستور المصري أو في ديباجة الدستور المصري، وهو 25 يناير 2011. احنا طبعا عندنا ثورتي، ديباجة الدستور تقول ثورتي 25 30، 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013. هذه بعض ملامح الريف المصري، هذه ملامح قريتنا. هذه ملامح قريتنا، هذا الجمال وهذه الطبيعة الرائعة. ونكرر، هذه ساعة الغروب اليوم 25 يناير 2021. ثورة 25 يناير قام بها الشعب وحماها الجيش، وثورة 25 يناير 1952، وثورة 23 يونيو 1952 قام بها الضباط الأحرار، قام بها الجيش، ووقف بجانبه الشعب. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه، ومنار عالية تشع بضياءها على العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ذكرت مصر في القرآن 5 مرات صراحة ومرات عديدة بالكناية، وذكرت مصر في الإنجيل، مبارك شعب مصر. فأرض مصر أرض مباركة، أرض الأنبياء، كلم الله فيها كليم الله موسى في طور سيناء، سيدنا عيسى بن مريم ورحلة العائلة المقدسة، سيدنا محمد تزوج ماريا القبطية من مصر. إذن مصر أرض الأديان وأرض الأنبياء، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه، ومنار عالية تشع بضياءها على العالمين. نذكركم، هذه لحظات غروب الشمس، هذه الروعة وهذا الجمال هو الريف المصري، ودعابة جميلة. طبعا أشعة الشمس هذه مع الهواء النقي ترفع جهاز المناعة، وتزيد جسم الإنسان منا بفيتامين د، فارتفع جهاز المناعة، ويحفظه الله من
الأمراض الفيروسية وغيرها من الأمراض وكورونا التي ترعب الجميع، لو تريدنا في الحدائق العامة ووسط الحقول ومع أشعة الشمس ومع فضل الله بهذه البيئة النقية نكون جميعا في حفظ وأمان الله. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكراً.